آخر المعلومات تفيد بحسب تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان أن هشام أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وأنه في حالة حرجة للغاية. الأطباء أرفقوا ملاحظات أساسية ومهمة في التقرير الطبي تتمثل برفقة الطاقم الطبي في المستشفى تزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي لهشام، إضافة إلى عدم قدرة الأطباء الذين قاموا بزيارته استيعاب تصرف الأطباء في المستشفيات السابقة بموافقتهم بإعادته إلى السجن رغم إقرار التقارير بخطورة وضعه الصحي. هذا إن دل على شيء يدل على أن الاحتلال يتعمد أن تصل الحالة الصحية بهذه الخطورة للأسير هشام أبو هواش. طيب نتحول إلى نادي الأسير، ومعنا عبر الخط الهاتفي رئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ قدورة فارس. وكان نادي الأسير قد أصدر بيان حذر فيه من تبعيات إجراءات الاحتلال بحق الأسير هشام أبو هواش. أستاذ قدورة صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني نستقبل هذا العام بأخبار مؤلمة تخص أسرانا وتحديدا الأسير هشام أبو هواش، رغم يعني التقرير الطبي وأكيد اطلعت عليه الذي صدر من الأطباء، إلا أنه لغاية هذه اللحظة يعني يعاني الأسير وضعا صحيا خطيرا. كيف تتابعون ذلك في نادي الأسير؟ يعني الموضوع مقلق ومزعج ومربك ومحزن. نحن نتحدث هنا عن حياة مناضل، حياة إنسان نذر نفسه في معركته هذه لمواجهة قانون عنصري جائر لم يستهدفه هو شخصيا فقط، وإنما يستهدف الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. نحن نراقب حالته، يعني روحه تدوي يوما إثر يوم، بينما السيد الموقف هو صلف وتعنت وعنصرية من الاحتلال في التعامل مع قضيته وبشكل يعني يكاد يكون غير مسبوق. يعني إذا أن هذا الإضراب ليس هو الإضراب الأول، لكن يبدو أن إسرائيل أيضا تنظر للموضوع بحجمه الحقيقي، أي أن المعركة ليست معركة إنسان قرر الاحتلال أن يحجز حريته لمدة زمنية معينة، وإنما إسرائيل تدافع عن قوانينها العنصرية، ويعني تحاول أن توظف هذه القضية لتوصل رسالة لكل فلسطيني بأنها عصية على الكسر وأن مقاومة إجراءاتها وقوانينها أمر عبثي. وهذا يجب أن يعني يقودنا إلى التقاط هذه الرسالة والتصرف بنفس المنطق، يعني بأنه لا بد أن ينتصر ولا بد أن تتخذ كل الإجراءات التي تقود إلى إنقاذ حياته. نعم. طيب المعلومات الأخيرة تشير إنه الأسير هشام هو في غيبوبة، يعني لا يستيقظ وحده إلا إذا تم إيقاظه من قبل العائلة. يعني هل فعليا هو ما زال في هذه الغيبوبة؟ يعني آخر المعلومات الواردة لكم بخصوص وضعه الصحي. يعني لا أعرف إذا كان صحيح يعني توصيف حالته الصحية بأنه دخل في غيبوبة، أعتقد أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، إذ أن يعني حتى عائلته لم تستطع إيقاظه، لكن يعني الأطباء هم من تولوا هذه المهمة وأيقظوه يوم أمس، لكنه حتى الآن لم يدخل في غيبوبة، في حين أن كل التقارير وتقارير وعدت قبل عدة أيام، يعني ليس تقريرا قبل ساعة، وعدت قبل أيام أنه ممكن أن يفارق الحياة في أي لحظة، وهذا هو يعني مصدر قلقنا وخوفنا الشديد على حياته. يعني لا أعرف يعني بأي المفردات يمكن أن نستخدمها لتوصيف الحالة، لكن يعني ليس أكثر من أنه أن الأطباء يقولون أنه قد يفقد حياته في كل لحظة، أو أن يصاب بعاهة مستديمة، يعني كأن يتعطل أحد الأجهزة جسمه تحديدا الجهاز العصبي. نعم. أن يتعطل بشكل دائم. نعم، سمعنا أنه إذا كسر الإضراب يعني لن يستطيع العودة إلى حياته بشكل طبيعي، يعني هو الآن في مرحلة حرجة للغاية طبيا حتى إذا ما قرر كسر الإضراب. هو لن يكسر إضرابه في كل الأحوال. نعم، إذا حقق انتصار يعني طبعا. إذا نعم، يعني تعليق إضرابه استنادا إلى اتفاق. نعم، يبقى هذا القلق يساورنا حتى يعني تمر فترة على
تعليق الإضراب لنطمئن بأن يعني جسمه قد تعامل مع الأدوية ومع المواد الغذائية التي ستضخ في جسمه ولن يستطيع أن يتناولها بمفرده. يعني نسأل الله له السلامة، ولكن يعني لم نصل مرحلة للتفكير في كيف سيتعامل جسمه مع الغذاء والدواء طالما أنه ما زال مضربا وما زال الخطر يتهدد حياته. كيف بتشوف أستاذ قدر ردود الفعل بعد تدهور الوضع الصحي للأسير هشام، يعني على كل المستويات الفصائلية والشارع الفلسطيني أيضا، والتعاطي مع القضية عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي؟ يعني قضيته تحتل مركز الصدارة في وسائل الإعلام، وهذا شيء جيد. هناك اهتمام على كل المستويات في متابعة قضيته، لكن يعني الناس تنظر للموضوع بنتائجه. يعني تستطيع أن تتحدث عن جهود كبيرة، ولكن عما وأن هذه الجهود لم تحقق نتيجة فكأنها لم تحصل. يعني أنا أعلم عن جهود على كل المستويات، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يتزحزح الموقف الرسمي الإسرائيلي قيد أرملة يعني تقديم مقترحات أو ما إلى ذلك. يعني رغم هناك كانت تصريحات سياسية على المستوى السياسي لربما هي المرة الأولى بخصوص الأسير هشام أبو هواش، بتحذر من الوضع الصحي وتطالب سلطات الاحتلال بالإفراج عنه، إلى أنه كما ذكرت لم يكن هناك أي تأثير. أكثر من أن تصدر أيضا تهديدات من الجهاد الإسلامي من خلال رئيس الحركة أو رئيس المكتب السياسي للحركة. هذا يعني كله إنما يعكس يعني طبيعة من نتعامل معهم، أي الاحتلال. يعني أمامنا احتلال فاشي، ويعني حتى يعني في ظل إضراب الأخ هشام هناك مقترح فيما يتعلق بقانون الاعتقال الإداري، يريدون أن ينزعوا الثوب العسكري عن هذا القانون العنصري، قانون بائد متخلف من العهد الانتداب البريطاني. وتقدم بنيامين بيغن وهو عضو في حزب أمل جديد بمقترح لإطفاء الصبغة المدنية على هذا القانون، وحافظ وأبقى على نصوصه العنصرية كما هي. أي أن إسرائيل ممعنة، يعني بدلا من أن تجد هذه المناخات فرصة للتحلل والتخلص من هذا القانون العنصري، يريدون تجذيره وترسيخه وتكريسه في منظومة القوانين الإسرائيلية. توقعاتك أو يعني المؤشرات خلال اليومين القادمين بحسب وجهة نظرك أستاذ قدورة، إلى أين ستقودنا في هذه القضية؟ يعني لا أعتقد أنه قد تبقى لدينا يومين إضافيين. صحيح. يعني آمل أن يصار إلى معالجة الموضوع هذا اليوم، لأن الوقت صار يقاس بالدقائق ولا يقاس كل دقيقة اليوم. نعم. يعني بحسب زوجته قبل قليل كان لنا اتصال بها، كل دقيقة يعني تمر على حياة الأسير هشام أبو هواش هي في خطر. نعم، هذا صحيح للأسف الشديد، ولذلك نحن ندعو الجميع إلى أن يكثفوا جهودهم أملا في التوصل إلى صيغة يقبل بها الأخ هشام بأسرع وقت ممكن. نحن في سباق مع الزمن. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، تحياتي.